معطر دواليب، يعني حاجة كده من الآخر، ريحته فواحة جدا وثابت جدا. عايز أقول لكم إنه هيخلي ريحة الدولاب تحفة جدا، وكمان ريحة الهدوم. ومش بس كده، ده كمان ينفع يتعمل مشروع تجاري مربح جدا. تعالوا بقى نشوف الطريقة. يا مساء الورد، مين مننا مش محتاج معطر للدواليب عشان ريحة الهدوم كده تكون ريحتها حلوة على طول، ما تكمكمش من الركنة أو ما يبقاش ريحتها مش حلوة من الدولاب. فأنا النهاردة هعمل معاكم معطر دواليب حلو جدا جدا بمكون واحد بس، وكلكم عندكم المكون ده. ما تيجوا بقى نشوف طريقة معطر الدواليب. تعالوا أقول لكم المكونات. أول مكون هيكون معانا طبعا متاح في كل بيت، شمع. أهو لما النور بيقطع بنستخدم شمع. هيكون شمعة أو حسب الكمية اللي انتوا عايزينها، مكعب مسك بالريحة اللي تحبوها، ده بيتجاب من عند العطار، أوكي؟ أو بدل المسك أي بخور ريحته حلوة عندكم تقدروا تستخدموه، وهقول لكم برضو تحطوا منه قد إيه على الشمع. ده بخور عود أنا بحب ريحته جدا جدا، وطبعا أنا مش كل مرة هجيب المبخرة وأحط بخور وأقعد أعطر الدولاب أو الهدوم، فأنا هاخد نفس الريحة وأوفر في البخور كمان بإن أنا هحط معطر الدواليب جوه في الدولاب، فهيبقى ريحته دايما بالريحة اللي أنا عايزها. وتقدروا برضو تستخدموا بدل البخور وبدل المسك، تقدروا تستخدموا اللي هو أي زيت عطري عندكم، مثلا عايزين زيت نعناع، زيت ليمون، زيت برتقال، زيت ورد، اللي انتوا تحبوه زيت عطري برضو هيمشي حاله. أول حاجة الشمع بتاعنا أهو، طبعا احنا مش عايزين الخيط منه، مش عايزين الخيط ده، فهنقطعه كده أو نكسره بايدينا كده. وفي اي حله قديمه عندكم انتوا مش بتطبخوا فيها هتبداوا تحطوه، ماشي؟ هنولع بس النار. عشان يسيح طبعا على نار هاديه، مش عايزين الفحم سوري، مش عايزين الشمع يتحرق. طيب اهو ده مش عايزينه هنرميه، احنا بناخد الشمع بس. حلو. طيب دلوقتي تاني خطوة بقى، لو انتوا بصوا الشمع اهو بدأ يسيح. طيب دلوقتي لو انتوا هتعملوا المعطر بالمسك، حلو، بتفتحوا المسك وبتحطوا مثلا مكعب كامل على الشمع عشان تبقى الريحة قوية وثابتة وتثبت في الهدوم. فانتوا هتعملوا ايه؟ هتفتحوه وتحطوه معاه، ولو انتوا هتعملوه بالبخور زي كده هتحطوا شوية مثلا قد غطا او معلقة صغيرة على الشمعة، وبرضو هتحطوه كده. حلو. طيب بس كده، وتسيبوه على نار هادية قوي لحد ايه ما الشمع يغلي مع البخور او يغلي مع المسك عشان يتعتق كده. لو حاطين المسك مش محتاج يغلي، لكن لو البخور لازم يغلي كويس عشان البخور بيكون فيه زيوت وكده تنزل كلها في الشمع. طيب عموما ده كده لو هتعملوه بالبخور او بالمسك. لو هتعملوه باي زيت عطري بتحطوا الشمع يسيح، بعد ما يسيح خالص خالص بتطفوا النار، وهو دافي كده بتقوموا حاطين على قد بقى ما انتوا حابين، يعني الريحه تكون قويه، حطوا بقى على قد الكميه اللي انتوا عايزينها من الزيت العطري وحسب درجه الريحه اللي انتوا عايزينها قويه او خفيفه او ايا كان، بتحطوا بقى دي اب تو يو، بتحطوا اللي يعجبكم. فالمهم انا هسيبهم يسيحوا وينزل كل الزيوت الجميله بتاعته بخور العود، وبعد كده هرجع وهقول لكم هنعمل ايه الخطوه الجايه. ريحته تحفه تحفه تحفه، المطبخ كله بقى ريحه بخور عود، ووفرنا في كميه بخور العود اللي احنا ممكن نستهلكها كل يوم عشان نبخر الدواليب. انا كده هطفي عليه، يعني الواحد كده يبخر نفسه، والله العظيم بخور عود عود يعني. بصوا كده
بصوا بقى لونه عامل ازاي. الشمع كان شفاف طبعا، لونه بقى اللي هو بني غامق مايل للسواد. طبعا دلوقتي الخطوة الجاية ايه بقى؟ اولا لازم يبرد شوية او يدفى، بس قبل ما يجمد، يعني قبل ما يدخل في مرحلة انه يجمد لازم يدفى شوية. بصوا شايفين لونه؟ طيب انا هسيبه يدفى شوية وبالبخور اللي فيه، يعني انا مش هصفيه، انا عايز كده قطع البخور تكون موجودة عشان يفضل الريحة متعتقة في الشمع اللي احنا سيحناه وفي الدولاب. طيب هنجيب اي قوالب سيليكون كده تكون عندنا، اي شكل، او قوالب الكب كيك ايا كان، بس لو هتستخدموها لتعطير ان انتوا هتعملوا معطر ما تستخدموهاش في الاكل بعد كده، تبقى للمعطر بتاع الدواليب بس. هنجيب اي قوالب سيليكون كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنبتدي نفضي الخليط لما يبرد فيها. اوكي، وبعد كده انتوا تقدروا تستخدموا ده للدواليب، تقدروا تحطوها في التويلت، تقدروا تحطوها مثلا في الريسبشن، تقدروا تحطوها في اوض النوم مثلا تحت المخدة كده، هتلاقوا دايما ريحة الأوضة فريش او البيت فريش جدا جدا. فانا هسيبه يبرد وهصبه وبعد كده هوريلكم الشكل النهائي. اهو زي ما انتوا شايفين هصبها في قوالب السيليكون اهو. وهنزل البخور، البخور اهو هحطه معاهم عشان زي ما قلت لكم يبقى معتق كده، يعني مش هتطبخوا فيها تاني، تكون قديمة كده شبه دي كده وبايظة، تستخدموها للبخور او للمعطر. شايفين؟ هسيبه بقى يبرد تماما زي ما انتوا شايفين كده اهم، المعطر جمد. تعالوا بقى نفتحه سوا. شايفين الجمال؟ شايفين؟ تحفة. ثانية واحدة، بصوا ايه رأيكم؟ شياكة وأناقة، ويعني زي ما قلت لكم ينفع يتعمل مشروع تجاري مربح. ريحته واو، بجد ريحته تحفة، ريحته عود، عود عود يعني، ووفرنا في البخور الغالي جدا. بصوا، وبرده ممكن نزينها، نربطها بحاجة زي كده، يعني مثلا كده، ونقوم ايه رابطين، يبقى مثلا ده منظرها. طبعا انا مش هربطها لان انا مش هبيعهم، بس ده لو انتوا عايزين يعني تعملوه مشروع كده حلو مربح. طيب دلوقتي طبعا انتوا هتيجوا تحطوهم مثلا في الدولاب مثلا، اوكي، تحت الهدوم او في الدولاب او ايا كان، ما ينفعش تحطوها كده عشان هي مش هتسيح طبعا، لان انتوا عارفين الشمع ده بيكون صلب جدا، حتى في الصيف مش بيسيح، بس طبعا عشان اوقات بينزل كده زي باودر او اي حاجة زي مثلا البواقي بتاعته اللي بتكون زي كده، عشان ما تلزقش في الدولاب او في الهدوم، حطوها او حتى لما تيجوا تبيعوها حطوها مثلا كده اهو. بصوا الجمال، شبه الرخام، بتحطوها كده اهو، وبعد كده تحطوها في الدولاب بالمنظر ده وخلاص اهو. ثانية واحدة كده، مثلا تحت الهدوم مثلا او جنب الهدوم كده. اوكي، كده المنظر النهائي، طبعا حاجة كده تحفة جدا، روعة، شيك، ريحة اليجنت، حلوة قوي قوي قوي. طبعا يعني لو عجبكم بقى الفكرة والطريقة وكل حاجة اتقدمت، يا ريت بقى فضلا وليس امرا تعملوا لايك كتير، شير اكتر، وما تنسوش تعملوا لي فولو على صفحتي على الفيسبوك باسم كريمز ستوديو، وكمان صفحتي على الانستجرام برضو باسم كريمز ستوديو، وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب باسم كريمز ستوديو. اشوفكم في وصفة جديدة، حلقة جديدة، فكرة جديدة.
سلام.